في تقرير لها عن الموقف الامريكي من الازمه الليبيه كشفت صحيفه الجاردن البريطانيه ان واشنطن تعمل حاليا على اعاده تقييم سياستها بشان ليبيا وقالت ان هذا الملف اصبح في عهده وزاره الخارجيه التي تدرس سيناريوهات عده من بينها تدخل بالقوه لفرض وقف اطلاق النار في طرابلس الجاردين اشارت الى ان الاداره الامريكيه عمدت مؤخرا الى تهميش خليفه حفتر بعد اقل من شهرين على الاتصال الذي اجراه معه دونالد ترامب واوضحت نقلا عن مصادر امريكيه ان هذا الاتصال جاء كخدمه شخصيه قدمها ترامب للرئيس المصري وهو لا يمثل تغييرا في السياسه الامريكيه تجاه ليبيا. الصحيفه البريطانيه قالت ان ترامب ومستشاره للامن القومي جون بلوتون كان قد ايد هجوم حفتر على العاصمه طرابلس في البدايه. وهو ما دفع هذا الأخير إلى التبجح أمام كبار المسؤولين الأمميين بأنه حصل على الضوء الأخضر من بلوتون للاستيلاء على العاصمة بشرط تنفيذ العملية بسرعة. ومع الخسائر التي تكبدها حفتر منذ أكثر من شهرين على عدوانه على طرابلس أكدت الجارديان أن ترامب لم يعد متحمسا لما يقوم به حفتر وهو ما يفسر عودة الدفة لوزير الخارجية مايك بومبيو الذي أجرى مشاورات عدة مع مجموعة من الخبراء في ليبيا لبحث خيارات حل الأزمة في البلاد ومن بين هذه الخيارات التي أشارت إليها الصحيفة البريطانية هو الخيار العسكري وإمكانية تدخل الولايات المتحدة لفرض وقف إطلاق النار في طرابلس بالقوة لكنها قالت إن دونالد ترامب قد يرفض ذلك لأنه يحرص على عدم الزج ببلاده في الأعمال العسكرية الأجنبية على حد تعبيرها. في المقابل تصر أوروبا على أن تلعب واشنطن دوراً محورياً في إقناع حفتر بالانسحاب من طرابلس والدخول في محادثات وقف إطلاق النار. ومع ذلك يبدو أن تغير موقف ترامب حسب الجارديان لن يغير من واقع الصراع على الأرض كثيراً. ومع سعي خليفة حفتر للترويج لنفسه في الأوساط الأمريكية مقابل الحصول على الدعم اللازم أكدت الجارجين أن شركة لينز ستراتيجيز للعلاقات العامة التي وقع معها حفتر عقدا لمدة عام بمبلغ مليوني دولار لم تحرز تقدما فيما يتعلق بتطوير العلاقات بينه وبين الإدارة الأمريكية